إذن خطة محكمة من شرطة الولاية لحماية مواكب اليوم. هل هذا التصريح من الشرطة كاف برأيك لتطمين الثوار؟ أولا يعني خلينا نترحم على الشهداء الذين يعني قضوا في هذا اليوم، وهو يوم أسيف جدا في تاريخ السودان، يوم يعني زرع في تاريخ هذه البلاد، في تاريخ هذه الأمة بطريقة بشعة بطريقة خبيثة، حتى يظل يعني كل ما تجي الذكرى دي الناس يتألموا، الناس يكونوا في وضع محاولة تحقيق العدالة بصعوبتها، كل الأشياء دي زرعت بخبث شديد جدا في هذا اليوم. فإحنا نترحم على الذين قضوا والذين أصيبوا، حتى الإصابة النفسية التي أصابت الناس يعني كانت فاجعة كبيرة في ذلك اليوم، ويجب تتحقق العدالة، ويجب أن لا يفلت المجرم من العقاب. يعني دي مسألة مهمة في هذا التاريخ، كل ما يجي يمر علينا يجب أن نؤكد على هذه المسألة، ونرجو أنه في السنة الجاية تكون تحققت العدالة، يكون شفنا متهم يحاكم، مجرم يعاقب، وهكذا في هذا اليوم. يعني أنا أعتقد أنه محاولة منع الجريمة هي أمر صعب جدا، يعني الشرطة الآن هي تبذل في جهد، وحسنا يعني أنه الكلام ده طلع في الإعلام، وأنه الناس شافوا الحاجة الجهد اللي بيقوم به الشرطة، لكن منع الجريمة مسألة صعبة. يعني أنا حقيقة يعني ما بتكون مطمئن، لأنه هذا المجرم يستطيع أن ينفذ جريمته في أي وقت، يعني نرجو أن لا يحدث ذلك. والشيء الأهم من ذلك يعني الناس في الآن في تاريخ طويل من الإفلات من العقاب. المدة في السودان في 30 سنة الماضية دي كان في موت كثير واختفاء قسري وهكذا يعني. فلذلك الآن هم يعني مسألة الإفلات من العقاب دي في كثير من الأحيان بتشجع على الجريمة. وإحنا الآن الذكرى بتاعت فضل الاعتصام حتى الآن هنالك مفقودين، حتى الآن ما عثروا عليهم، وهنالك مجرمين لم حتى يعني يمثلوا أمام النيابات ولا أمام المحاكم. فالطريقة الإفلات من العقاب بتشجع المجرمين في أنه يمارسوا مثل هذه المسائل. طيب. لكن هذا هو دور الشرطة، هي الآن تقوم بدور يرجو أنها تقوم به باحترافية. طيب. وتمنع الجريمة قدر الإمكان. نعم. هناك أستاذ شوقي من يوصف عمل الشرطة بالفشل، باعتقاد أنها تفشل كل مرة في تأمين المواكب، بل تذهب أبعد من ذلك وتشتبك معها. يعني هناك دائما أسباب واضحة لتعارض هذه الأشياء، وكذلك يعني عدم إتاحة حريات التعبير السلمي والحريات الصحفية التي يعني تعرفها جيدا وما إلى ذلك. نعم. يعني نحن في 2021 وفي القرن 21 في غزة في فلسطين حتى. نعم. يعني أشكال التعبير يعني تعلمها. نعم. خصوصا الصحفي، يعني لا أحد يعتدي على صحفي أو إعلامي. نعم. نعم. يعني خلينا نقول يعني بصراحة يعني عملنا جرد حساب لمسألة الحريات والمواكب. أولا هي طبعا نحن تقدمنا في هذه المسألة بشكل كبير، يعني واحد من الأدلة أنه إحنا الآن نستطيع أن نتناقش ونصهر في القنوات الفضائية. إحنا كنا أنا واحد من الناس كنت ممنوع أصهر، يعني وأنا أمثالي عشرات ما كان يسمح لهم حتى يعني يتحدثوا للناس في التلفزيون ولا في الإذاعة ولا في كل الأجهزة المرئية والمسموعة. وأنا أعتقد أنه إحنا كصحفيين ملاحظين، رغم الآن حتى الآن هي مسألة لم تكتمل بالصورة الكاملة، عندنا زميلنا صحفي تم اعتقاله قبل أيام من الشرطة وأطلقت سراحه واعتذرت وهكذا، ولكن أفتكر أنه إحنا ماشيين في مسألة الحريات أفضل بكثير مما كان عليه، لأنه دي كانت ذهنية الدولة، القمع كان هو ذهنية الدولة، نابع من الدولة، ما أخطاء أجهزة ولا أخطاء أفراد كما حاولوا يصوروا يعني. طيب. لكن الدولة كانت قائمة على القمع. هذه دي مسألة أولى. مسألة المواكب نفسها، الشرطة واحدة من أكثر الأجهزة تعرضت بالإنقاذ، تأثرت بالإنقاذ. أول حاجة من حيث التدريب ومن حيث الكفاءة ومن حيث القدرات ومن حيث يعني حصل فيها تدمير كامل، ثم تحولت في كثير من الأحوال، يعني ما كل طبعا أفراد الشرطة، ولكن تحولوا إلى جهاز فاسد. يعني هو جهاز يعني أنت بتكون ماشي من الخرطوم لمدني بتكتشف أنه رجال الشرطة مؤجرين الشارع ده، يعني بيستقطبوا بياخذوا عتاوات من الناس، بياخذوا رسوم من الناس وهكذا. المسألة دي انعكست على مهنيتهم، يعني رجل الشرطة ما تم تدريبه بشرط بطريقة جيدة، حتى الناس اللي بيخدموا للشرطة ما هم الناس المناسبين عشان يكونوا في الشرطة. الفساد امتد حتى على مستوى رتب عالية جدا، يعني الفساد الناس بيشوفوا الأفراد الشرطة دير في الشوارع بيتعاملوا معهم بيفتكروا انهم هم فاسدين، ليست كذلك. الفساد في الشرطة كان في زمن الإنقاذ وصل حتى رتب عالية جدا، حتى رتبة اللواء والفريق الآن هم متهمين بالفساد. فلذلك انا افتكر انه ما يحدث الآن في الشارع هو جزء من عدم الكفاءة والمعرفة بالمهنة نفسها بطريقة أدائها يعني. والشرطة يعني احنا بنشوف في أيام المواكب دي
كنا بنشوف الشرطي بيتعامل بطريقه شخصيه، يعني موقفه بيكون من المتظاهرين ده موقف شخصي ما موقف لانه مهني، فبيضرب بطريقه فظه، يستخدم عنف مفرط تجاه المتظاهرين، ده كله لانه الشرطه لم تتلقى تدريب. طيب لان يعني الشرطه ما مؤهله كويس. يعني قبل ان اسال عن ما المطلوب من الادارات الشرطيه العاليه يعني انزال مساله التدريب وما الى ذلك، بالعوده الى مربع الحريات الصحفيه وما الى ذلك، يعني انت تعلم ان هناك كثير من الصحفيين الان ممنوعون من الظهور ايضا على وسائل الاعلام. ليست ممنوع، يعني ما في منع، هي المسألة الآن كلهم بيظهروا، يعني حتى يعني حتى اللي كانوا محسوبين، أنا ما أدري أقول أسماء، يعني اللي كانوا محسوبين على النظام القديم الآن يظهروا. نحن يعني المنع إذا كان حتى في القنوات الفضائية الأخرى، يعني أنا كان ممنوع أظهر في الجزيرة مثلا، في صحفيين ممنوعين يظهروا في قنوات، حتى البي بي سي ممنوع يعني. فالنظام كان بيلاحق الناس الموجودين في أجهزة الإعلام دي على رؤوسها، كان بيديهم قوائم بأنه الناس ما يظهروا، بنجي في قوائم طويله جدا وبيكلمونا زملائنا، يعني انه انت قالوا لي ما تظهر، وانت قالوا لي كده، وانت قالوا لي كده. فالمساله الان هي قلت لك افضل بكثير، افضل بكثير جدا. والان القنوات متاحه لحتى قنوات محليه، يعني كان ناس بيركبوا في طائره الرئيس البشير ويسافروا معاه ويجروا معاه الحوارات ويتمتعوا بامتيازات كبيره جدا ما بيتمتعوا بها الصحفيين، ويحضروا لقاءات الرئيس وكده. هم الان يجوا في أجهزة الإعلام، بيظهروا في قناة سودانية، يمكن أن يظهروا في قناة الهلال، يمكن أن يظهروا في كثير من القنوات متاحة لهم، يظهروا في قناة الجزيرة، يظهروا في قناة العربية، وهم كانوا ملتحمين بالرئيس وكانوا ملتحمين بالنظام القديم التحام كامل يعني. طيب. وكان لديهم امتيازات كبيرة جدا. طيب طيب أستاذ شوقي، سمعنا أن هناك أكثر من 125 كاميرا تقريبا لمراقبة المواكب اليوم، هل هذا الإجراء جديد يعني، وما هو أثره على حماية المواكب؟ أعتقد أنه طبعا مؤكد الكاميرات ما تركبت جديد، ولكن استخدامها، طريقة استخدام الكاميرات والأغراض، أغراض الاستخدام الكاميرا دي ما راكبة، أنت في الآخر بتجيب لك ديتا ومعلومات وكده بتوفرها لك، ومشاهد أنت عليك تحلل المشاهد اللي بتشوفها من الكاميرا وتوظفها حسب ما تريد. يعني لو داير تعرف هل الناس كتار ولا شوية، لو داير تعرف الناس سلميين ولا ما سلميين، لو داير تعرف المجرم المندس اللي بيتسبب في الأذى، فإنت المعلومات كيف تحللها؟ هي الكاميرات ما جديدة، ولكن استخدامها الآن لكشف الجريمة ولضبط المواكب شيء مهم، أعتقد حاجة متقدمة يعني. طيب الآن الناس بيستخدموا طائرات الدرون، بيستخدموا حاجات. طيب لذلك أنا ربطت الحريات الصحفية، نعم، بأنها يمكنها أيضا أن تأتي بقدر هائل من المعلومات، نعم، لتوفر عملية تحليل ميسرة، لأن الذين يعملون في السلك الصحفي وحتى المصورين الصحفيين، نعم، يعلمون ماهية التصوير، ماهية التقاط اللقطات، وكذلك العمل بطريقة مهنية يعني. نعم، يعني لذلك هو الآن الصحفيين مسموح لهم يغطوا هذه المواكب بكل إمكانياتهم يعني، وده شيء جيد جدا. أنا بهذا الذكر أنا تم اعتقالنا من قبل، إحنا كنا بنغطي في موكب طغينا في مدرمان في يناير في 2018، منعونا إحنا نغطي الموكب. افتكر ده كلام ممتاز في إنه الصحفيين عندهم دور، وعينهم كراصد أيضا عندها دور، وكاميراتهم عندها دور. فالآن هم مسموح لكل الصحفيين ولكل القنوات الفضائية إنها تغطي. الآن هذه الكاميرات يعني هذا خبر جيد إنه يكون في تغطية بالكاميرات، لو استخدمت تقنيات الدرون والطائرات من بعد، الطائرات من غير طيار، إنها تشوف الموكب، ودي بقت الآن متاحة في كثير من المواد، كله لضبط الجريمة، لتقليل فرص إنه الناس يجرموا، لمطاردة المجرمين والناس اللي بيحاولوا يخربوا، لأن هذه المواكب سلمية، أعلنت تماما أنها مواكب سلمية، عندها غرض سلمي، عندها غرض تحقيق العدالة يعني. طيب أستاذ شوقي، هل تتوقع أن يكون هناك مندسين مشاركين من فلول النظام البائد في هذه المواكب؟ شوف، خلينا نقول أولا مهما كان يعني مسألة المواكب دي مسألة مهمة، يعني مهم الناس يخرجوا في الشارع. الديمقراطية بتقوم على التوازن، توازن السلطة وتوازن الشارع، وده الخطأ اللي وقعوا فيه الإسلاميين. الإسلاميين عندهم مشكلة مع الديمقراطية أصلا، في أنه أنت ما بتؤمن بالشارع، الشارع ما بيكون عنده دور، الشارع ده عدو. يعني إحنا خلال 30 سنة الناس كانوا يقمعوا، يعني كان مفترض يسمعوا صوتهم للسلطة، السلطة ما كانت دايرة تسمع، كانوا هم يخلقوا التوازن ده، هم الذين يضغطون السلطة. يعني الشارع ده بيضغط السلطة عشان تنفذ برامجه بطريقة جيدة ويعبر عن رأيه. التوازن ده يجب أن الناس يحافظوا عليه، يعني يجب أن يكون في مواكب تخرج تقول قولتها، حتى لو دايرة تشكر الحكومة يجب أن الناس يعبروا. لو دايرة تقول للحكومة أنت أخطأتي أو أخفقتي، قصرتي في المكان الفلاني، الحكومة تكون عارفة أنه الشارع ده عنده طريقة يطلع ويقول لا الكلام ده،
ما تستكين. الطغيان بيحصل لو ما في شارع، الحكومة بتطغى، وده اللي حصل خلال 30 سنة. الطغيان حصل لأنه ما بيسمعوا أي صوت آخر يعني، عندهم بطش يستطيعوا أن يقنعوا أي شيء آخر. الشيء الثاني الحكومة يجب أنها تسمع للناس، يعني مواكب مهما كان الكل فعال التحول الديمقراطي، إحنا الآن لم نصل الديمقراطية بعد، هذا مرحلة الانتقال، مرحلة التحول الديمقراطي وعنده كلفته، والناس دفعوا أثمان كبيرة جدا خلال المواكب القديمة وخلال حتى إسقاط النظام. الناس ما استكانوا، ما تبقى دي يعني، ما الناس ما يستخدموها فزاعة عشان الناس ينهوا المواكب أو يكون في نوع من أنواع الهواجس. نعم يعني طيب. هذه الهواجس إحنا نسأل الله إنه يحفظ الشباب ويحفظ الناس، ربنا يسهل الحال. طيب لكن يعني. ما نبدأ لنا هاجس إنه إحنا نقول يا جماعة ما في داعي زول يطلع مواكب، لا، المواكب ضرورية للديمقراطية، المواكب ضرورية لتقويم الحكومة، ما تستكين وما تضغى. السيناريو المتوقع لهذا اليوم، أنا أعتقد إنه بهذه التجهيزات والناس بتحاول تتجاوز ما حدث في 29 رمضان، يعني كان حادث مؤسف إنه فقدنا 2 من الشباب يعني، فالآن الناس بيحاولوا قدر الإمكان، ده في ذهنية الناس، في خلفية الناس الذي حدث مؤخرا، حتى ما يوم 29 رمضان الآن خرجوا الناس أو 3 يونيو، لكن قريب إحنا الآن هذه المسائل لها أسابيع يعني، إنه شفنا شباب قتلوا في موكب، حتى الشيء المؤسف بعد نهاية الحدث يعني، بعد ما الناس دخلوا ميدان القيادة وفطروا وقالوا كلماتهم وقرروا إنه يمشوا. فبعد حوالي الفطور كان حوالي 6 و5 دقائق الناس جلسوا فطروا، بعد ذاك وهم خارجين من القيادة الساعة 8:15 وافتعلت مشاكل كده وقتلوا هؤلاء الشباب يعني. فهذا الشيء مؤسف في ذاكرة الناس، لكن دعنا نقول إنه المواكب مهمة للديمقراطية، المواكب مهمة حتى لا تطغى الحكومة يعني.